السلام عليكم، مرحبا بكم معايا فيديو جديد. كنتمنى ان شاء الله تكون الامور ديالكم بخير وعلى خير ان شاء الله باذن الله. اليوم جبت لكم واحد الفيديو خاص بالعنايه بالجسم اللي كنحتاجوه كاملين في هذا فصل الصيف، وحضرت معكم كرات ديال تقشير الجسم السحريه اللي انا كتعالج مجموعه من المشاكل. كما كتعرفوا فصل الصيف من بعد ازاله الشعر كيقدروا يتصبونا بزاف ديال التصبغات، وكذلك الجلد الميت، وكذلك جلدات الاوازه كيبقى الجلد تحت الجلده، الشعر عفوا تحت الجلده، وكيكونوا بزاف ديال المشاكل. هاد الكرات هادو كيخليونا نستعملهم، ان ماشي يعني التحميمه وحده ولكن كنستعملوها مرارا وتكرارا، كنوجدوهم وكنحتفظوا بهم في الثلاجه، وكل ما دخلنا الحمام الدوش ديالنا كنستعملوهم، واكيد غيعجبكم الا جربتوهم بالتاكيد. كتعطي واحد اللمعه وكيبقى الجسم فحال ديال الاطفال، كيعطي واحد الرطوبيه مزيونه بزاف. كنتمنى ان شاء الله تجربوهم، لانني ما كننزلش الوصفات باش نجمع اولا نعمر في القناه ديالي، وانما كننزل لكم الوصفات اللي كنعملهم واللي كيعطيوني واحد النتيجه كيعجبوني، وكنبغي نشاركهم معكم باش حتى نتوما تستافدوا. وإلى اول مره كنت كطلع لك القناه ديالي وطلع لك هذا الفيديو هذا وعجبك المحتوى المتنوع اللي كنزل، طبخ، فلوغات، حيه المنزليه، غادي نقول لكم مرحبا بكم في القناه ديالي، القناه ديال خوله ام قصي. كنتمنى ان شاء الله دائما نكون خفيفه الظل على قلوبكم، ودابا غادي نقول لكم خليكم معايا وفرجه ممتعه. سلام، مرحبا بكم معايا. دابا غادي نبدا ان شاء الله باش نوريكم المكونات اللي غادي نحتاجو. كما قلت لكم هاد الكرات هادو ديال التقشير صراحه جربتهم عندهم واحد النتيجه مزيونه بزاف، غادي تعجبكم. وكذلك تزول لكم الناس اللي كيعانيو من جلده الاوازه اللي كتعطي واحد الشكل خايب من الجسم. غادي نشوفوا المكونات ساهله وبسيطه اللي غادي نوجدوا بها الكرات هادو. اول حاجه غادي نحتاجوا في المقشر ديالنا هو سكر حبيبات، يعني سكر سنيده، وكذلك غادي نحتاجوا دقيق الذره، مايزينا. وبالنسبه للترطيب غادي نضيفوا معاه معلقه كبيره اولا صغيره عامره ديال زيت الكوك، اولا اي نوع ديال زيت اللي كتفضلوه نتوما اولا اللي متواجد عندكم. وكذلك غادي نحتاجوا دم الغزال اولا العكر الفاسي كما كنقولوا له حنا، وكذلك المكون حتى هو اللي عنده واحد الدور كبير في التقشير اللي هو بيكربونات الصودا. هاد زعما ما كيتباعش غالي، ولكن عنده بزاف ديال الفوائد في المنزل، وسبق لي شاركت معكم بزاف الفيديوهات عليه. وهنايا كذلك غادي نحتاجو جل دوش اللي كتستعملوه يكون النسمه ديالو مزيونه بزاف. وغادي نبداو ان شاء الله في التحضير ديال هاد الكريات اولا كرات ديال تقشير الجسم. هاد الاناء غادي نبدا اول حاجه باضافه ديال السكر. بالنسبه للكميه غادي تستعملوا شحال ما بغيتوا، يعني شحال ما بغيتوا ديال الكويرات يخرجوا لكم، الكميه كتختلف على حسب الرغبه كل واحد. من الاحسن توجدوهم يعني تعملوا بزاف، وكتبقاو كل ما تبغيو تدخلوا للدوش كتعدلوا منهم، يعني كتهزوا منهم جوج ولا وحده كبيره على حسب عاوتاني الاحجام اللي غادي تعملوا، وكيبقاو لكم واحد المده طويله، يعني تقدروا تستعملوهم حتى لسته ديال التحميمات وهما موجودين عندكم. هنا كما كتشوفوا على السكر ضفت دم الغزال اولا العكر الفاسي، وهنايا دابا غادي نضيف عليهم جيل دوش ديالكم اللي كتستعملوه. ما بغيتش نوريكم شي نوع اولا ماركه باش ما تماش كان ماشي دعايه، المهم اي حاجه اللي كتستعملوها نتوما واللي كترتاحوا فيها. وغادي نضيفوا هنايا زيت ديال الكوك اولا ديال اللوز ولا شنو ما كتستعملوا نتوما ديال الزيت، غادي نخلطوهم مزيان. وغادي نضيفوا عليهم مايزينا اولا دقيق الذره، وصافي غادي نبقاو نضيفو مايزينا اولا دقيق الذره، وحنايا كنجمعوا الخليط ديالنا حتى كيولي عندنا واحد العجين متجانس. غير هو حاولوا انكم ما تعملوش دقيق الذره اكثر من السكر حبيبات السكر،
خليهم يعني يكونوا تقريبا نفس المقدار، وكنضيفوا كذلك البيكربونات الصودا غير الراس ديال المعلقه، لان عندها دور كبير في التقشير. اللي سبق له استعملها غادي يحس بالفرق بين يعني بين التقشير العادي وملي كنضيفوها هي، وما كتعملش شي تهيج ولا شي حاجه، لانني عندي البشره حساسه وعمرها ما عملت لي شي حاجه. كما كتشوفوها هو الخليط ديالنا رجع عجينه، كتله ديال العجينه. دابا غادي نبداو نشكلو على كويرات صغيره، والاحجام كيبقاو على حساب شنو ما بغيتو، على حساب الجسم كل واحد، يا يعني اما احجام كبيره ولا متوسطه. هنايا عملت احجام يعني متوسطه، ما هي كبيره ما هي صغيره. غادي نكمل على الشكل هذا اللي كتشوفوا في الفيديو. وكما قلت لكم هو كذلك غادي يكون مشروع مربح بالنسبه للناس اللي البنات اللي كيعملوا هيدا مشاريع فقط في المنزل، بحال كيبيعوا مقشر ديال الشفاف، بحال التوريد ديال الشفاه، يقدروا يستعملوا حتى هذا المقشر ديال الجسم، لانه ما كياثر حتى على حاجه، يعني ما غاديش يخاف من الكليان انه يحشموا معاه، حيت المكونات كامله مكونات طبيعيه ما كتضرش. وكما قلت لكم انا البشره ديالي حساسه بالنسبه لي يخافوا من بيكربونات الصودا، ما كتعمل حتى يعني ما كتعملش شي تهيج للجسم. انا غادي ندوزو نكملو على الشكل ديالو. كيما كتشوفو هنايا عندي فواحد طبيسل صغير، غادي نعمل شويه ديال جيل دوش، وغادي نبقى نعمل فيهم جيل دوش من على برا، وكذلك غادي نعمل لهم شويه ديال السكر منا كيتجمعوا. وهاد الكرات هادو ما تخافوش، راه ما كيدوبوش ما كيوقع لهم والو، لان دقيق الذره كينشف وكيرجعوا قاصحين. وبالنسبه لطريقه الاستعمال ديالو، ملي كتدخلوا للدوش ومن بعد ما كدوز واحد الفتره حتى كيتفتحوا يعني المسامات، حاولوا انه الجسم ما يكونش مفزك يعني بزاف، يكون غير شويه. ومن بعد كتبداو تدهنوا هاد الكريات على الجسم ديالكم، وكتبقاو تدوروهم على شكل طماسي وعلى شكل دائري، وهيدا كتزول الجلد الميت، وكذلك كتزول حتى الجلد الاوازه اللي كيعطي شكل شويه خايب من الجسم، وكيعطي واحد الترطيب مزيون. تقدروا تخليوها هي اخر حاجه، حتى العكر الفاسي كيخلي واحد اللون مزيون في الجسم، واحد ما كيلصقش ولكن كيخلي واحد الغوز بارد في الجسم. وصافي هادو هو الدور ديالهم، يعني مقشر مرطب وفي نفس الوقت كيزول الجلد الاوازه، وفي نفس الوقت كيزول التصبغات. يعني صراحه وصفه اللي مزيونه بزاف، غادي تعجبكم خصوصا فصل الصيف، الناس كيلبسوا شويه الحوايج خفافين، كنبغيو يكون الجسم ديالنا فيه واحد اللمعه تكون مزيونه بزاف. الكريات ديالي دابا غادي نعملو في هاد الاناء ديال الدجاج، وغادي ندخلهم الثلاجه. كل ما دخلت للدوش غادي نبقى نهز منهم، يا اما جوج ولا ثلاثه على حسب الرغبه ديالي. و الا كنتو كتستعملوهم باستمرار غادي تبقاو تعملو غير جوج مثلا، بركه هما اللي غادي يجيو، لان الجسم دائما غادي يكون محافظ على داك الرطوبيه وعلى داك التقشير، وكذلك يعني ما غاديش يكون جمع الجلد الميت بزاف. وصافي هادشي اللي كاين، كنتمنى ان شاء الله هاد الفكره تكون عجبتكم، وتكونوا زعما تجربوها وتشوفوا النتيجه ديالها، غادي تعجبكم اكيد. كان هاد الفيديو هذا من بين الوصفات المعتمده عندي، غادي نخليكم بعد الوصفات اللي سبق لي جربتو معاه وثاني وعندي في القناه، والنتيجه ديالو مزيونه بزاف. وصلنا النهاية ديال الفيديو، غادي نقول لكم السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. إلا كنتي أول مرة كتزور القناة ديالي وعجبك الفيديو، ما تنساش تعمل لايك إعجاب، وكذلك سبسكرايب اشتراك، وضغط على زر الجرس باش يوصلك كل جديد. ومرحبا بكم معايا في قناة خولة أم قصي، نشارك تجارب وأفكار ونصائح مع بعض، وشكرا لكم.